اهلا بيكم في قهوه النجوم. لو دي اول مره تزور القناه ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناه، وما تنساش تقول لنا رايك. والله يا عوض الله يا عوض الله الدنيا لسه بخير. والله يا عوض الله عادي اتعلمنا حاجات برشا واستفدنا، واستنونا الايام الجايه عندنا مفاجات ليكوا كتير 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 قوي. احنا فرحانين على حاجه اللي احنا عرفناكم يا جمهورنا يا عزيز بالحق، تابعونا كما تابعتونا في ذا فويس، برشا 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 حاجات حلوه برشا استنوها منا. اهل تونس واهل مصر استنونا الايام الجايه. يا عيني ليك يا طيبه يا قلبي. في حد ممكن يبقى مش قادر يعيش من غير الام؟ في حد لو سابوا اللي ظلم يبقى هيموت من ندم؟ خلتنا خاف على حبي ليك اكتر ما خاف على نفسي منك. خلتني ارتاح للعذاب وليني معك، ده انا راحت قلبي معك، هو اللي حس هواك في بعد ويكفيني من بين الناس. انا عشت معك احساس بعد ما جربته خلاص، مقدرش اعيش غير بيك. خليني معك، ده انا راحت قلبي معك، هو اللي حس هواك في بعد ويكفيني من بين الناس. انا عشت معها احساس بعد ما جربته خلاص، مقدرش اعيش غير بيك.